هو من أجل استقرار هذه البلاد التي يراد لها أن تنقسم، يراد لها أن تدخل في فوضى انهيار كما دخلت فيه بلاد بجوارنا. مصر حجرت ثانوية للأمة العربية والإسلامية. مصر حجر الزاوية للأمة العربية والإسلامية، لابد أن نحافظ عليها مستقرة. الرئيس القادم سيخرج إلى حكم البلاد من هذه الانتخابات على أي طريقة كانت، ولكن نريد أن يكون الرئيس القادم أيا من كان، من سيختاره الشعب فنحن معه، ونحن معه لا من أجل شخصه ولكن من أجل مصلحة هذه البلاد. ما زال الخطر على هذه البلاد في أن تصبح هي وغيرها من الدول العربية والإسلامية دويلات متعددة. الخطر ما زال قائما. نريد رئيسا يعرف العالم أيا من كان، أيا من كان هذا الرئيس، أن الشعب سيتعاون معه، وأننا جميعا سوف ننسى حاجاتنا المحدودة، سواء كانت الحزبية أو الطائفية أو الفئوية، أننا سنكون يدا واحدة من أجل الحفاظ على هذه البلاد. الكل ينتظر أن هذا الرئيس القادم وراءه شعبه، أم أنه يمثل ثمرة انقلاب عسكري كما قيل. ما هي ثمرة السلبية؟ أو ما هي ثمرة المقاطعة؟ ما هي ثمرة أن تكون متفرجا؟ ثمرة ذلك أن يأتي الرئيس القادم الذي سيأتي دستوريا على أي حال أو يكون مضيعا لها. كيف نجتمع؟